السلام عليكم ورحمة الله. الإكس بروك أو البروك من ثينك دياج هو جهاز رائع جدا لبرمجة المفاتيح، بيكتب مفاتيح. طبعا هو بيشتغل مع الماستر، مع الماستر 2، مع الماستر إكس، مع الماكس الكبير. طبعا بيعمل كل الأنتي ثيفت، الإموبلايزر، بيعمل ايدنتيفيكيشن، تعريف للريموتات، بيقرأ الشبات، بيكتب عليها. هذا بيشتغل معك على إيبروم، بيقرأ الإيبرومات، بيقرأ الام سي يو للبي ام دبليو، الكاس 4 والاف اي ام، بيشتغل يعني معظم السيارات. مثلا هو قوي جدا في الفوكس فاجن، في الاودي، في السكودا، في السيات، في البي ام دبليو، في المرسيدس بنز وبالتويوتا. وكمان هذا الجهاز رائع جدا اذا بدك تشتغل على مفاتيح الانفراريد. طبعا هو بيقرا الاي سي يو داتا من دايركتلي من المفتاح. تمام، اذا بتتكلم عن الفوكس فاجن والاودي، اذا بدك تبدل جيورا، هذا تصفير الجيورا او تصفير شرايح الجيورا، بيعمل كلونينج للاي سي يو. يعني الجيل الخامس من الاودي الاي دبليو والزيرو بي 5 للجير بوكس رائع جدا، حتى للجيل الرابع بي ام دبليو الاي شاصي ال 8 اتش بي جير بوكس اي سي يو بروجرامينج كمان بيصفر لك الاي سي يو وبيعمل عليها برمجه للايموبلايزر. تصفير شرايح الجيور للبي ام دبليو سلسله الاف وسلسله الجيل الشاصي هذا رائع جدا، وبيعمل لك سبورت للكاس 4 والكاس 4 بلس اذا بتبدل الموديول مالتهم. صفر لك مفاتيح المرسيدس بنز تمام وعلى الجير بوكس خلال 3 ثواني. هذا عداك انه بحسب باسورد المرسيدس بنز بدقيقة واحدة.